تلعب في الجهه اليمنى، تمريره وسطات بطبيعه الحال لاعب مصطفى سيمون يفطر العرضيه، هذه فرصه خطيره خطيره. جول جيد مصطفى سيمون التنزاني، لعبها عرضيه على المقاس، شوف ما تمكنش منها بالرغم انه كان هناك التغطيه من جانب البرتو سيران باولو عبد الخالق حميدوش، ما تمكنوش من ايقاف عدنان الوردي اللي كيتمكن من تسجيل الهدف الاول لفائده فريق